بتعمل ايه؟ بعده عنه، محدش يجرب له ولا يعمل له حاجه. قوم يا كامل، قوم قوم. عبد الله، عبد الله، عبد الله، فو. ايه؟ محدش بيرد عليك برضو؟ للأسف. أنا بفكر إن أنا أسافر لهم. لا لا لا، تسافر إيه؟ أنا ما أطمنش إنك تسافر لوحدك. على فكرة مفيش حاجة هتحصل أكتر من اللي حصل، دي مجرد قرصة ودن مش أكتر. آه، بس قرصة ودن طولت شوية. ما تنساش إن أنت اللي غلطان. مش المهم مين اللي غلطان، المهم إن إحنا نفكر هنعمل إيه. طب أنت ناوي على إيه؟ هقابل مروان وأتكلم معاه، أشوف إيه اللي في دماغه. مروان عارف أنت عاوز منه إيه؟ مروان عارف كل حاجة. إنه كان دراع أبو اليمين، عارف كل كبيرة وصغيرة. ممكن يقول لك وأنا مالي؟ لا، ما يقدرش. لأن أنا هو مصلحتنا واحدة، إحنا الاتنين في مركب واحدة. وارد قوي يقول لك إن الشغل ده خاص بأبويا مش خاص بيا، أنا ماليش دعوة. مروان معظم الاتفاقات اللي كان بينه وبين عبد الحكيم أبوه هو اللي كان بينفذها. طب يلا نفطر، يلا. لا لا، ماليش نفس، ماليش نفس. أوه. مالك؟ مركبه الوش الخشب ليه على الصبح؟ بقول لك ايه؟ انا ما مطيقعش نفسي. ليه؟ هو ايه اللي ليه؟ هو ايه؟ البعيد مش واخد باله من حاجه؟ مولد ايه اللي احنا هنعمله في البلد الفجر دي؟ هي ناس لاقيه تاكل ولا انا اقول طرت اقول يحلبوه؟ يا بنت ما تنشفيش دماغك. مش في لقمه عيش بنقلبها؟ ما تسواش. والتعب اللي هيجي من وراها كمان ما يسواش. ولا انت ناسي انه كبير البلد كان عايز يحرق الفرش بتاعنا وكان عايز يموتنا بعد اللي حصل؟ وهو مات وراح في 60 داهية. مات؟ اه يا سينا، انا عايزك تفهم اللي في دماغي. انا دماغي عالية يا جوي. عارفة يا بت، انا نفسي ما يبقاش في بلد ما ندخلهاش. نفسي يبقى لينا في كل حتة رجلي، وهو اللي هناخده من هنا على اللي هنقلبه من هناك هتمشي والدنيا هتتعدل. هم ناس هنا يا صوفة فاكرة إنه الجنيه اللي بيدفعوه جمل. إحنا بقى هناخد منهم الجمل وهناخد الجنيه ومش هياخدوا مننا بعون الله غير اللي إحنا عايزين ندهولهم. ماشي، اللي تشوفه. أنا بس ليه عندك طلب. وحياة صوفة وحياة صوفة وحياة صوفة، هدي الأمور معامي شوية. أمك؟ أنت عارف أمك دي لو تطول كده تاكلني لحم وترميني عظم مش هتقول لا. في إيه يا سينا؟ هي الحياة كلها قفش قفش قفش. فين الحناية والرقة بتاعت سينا؟ يا بنت ده انت بتلف في البلد دي كلها وتحطيها في عبك، مش هتقدري على الولاد القرشانه دي. اضحك عليا يا اخويا بالكلمتين الحلوين بتوعك دول. يا بنت بس بقول لك ايه؟ ايه؟ انت وعدتني انك انت تجيب لي حلق وسلسله ذهب. حلق وسلسله ذهب بس؟ ده انا كنت عبيط، ده انا هجيب لك الساغه كلها. بس ادعي معايا بس ان المولد ده يعدي. لا ماليش دعوه، يعدي ما يعديش، انت وعدتني. عينيا يا بنت. عارفه يا سينا نفسي في ايه؟ في ايه يا روح الروح؟ نفسي في عيل. صوفة! أما خير يا أما خير! لا مش خير، بدور عليك، سايب المقاطيع وقاعد هنا بتعمل ايه؟ مش المفروض يا ابني تشوف الفرش بتاعنا واللي لينا؟ ولا دماغك مش فيك؟ أهو، سايبهولك كله كامل مكمل، اشبع بيه، وأنت خليها تنفعك. هنفع، هنفع يا روح أمك، هو في حد هينفع غيري؟ بقول لك ايه يا ولية أنت؟ لمي نفسك والا عزة وجلالة الله امشي وارحل من هنا. يا ريت. وانت شايفانا يا اختي ماسكين في دالك ولا ايه؟ اهدي يما، اهدي يما، تمشي ايه؟ ما تسمعش. استرجل يخرب بيتك. حاضر يما، استرجل. حاضر. يلا لازم نكون جاهزين، الليله الكبيره بكره ولازم انت تكون جاهز وتشوف شغلك. حاضر. بت انت اسمعي،
شغل لوع الحريم ده انا ما بحبوش، انت فاهمه ولا لا؟ والا وايماني ما اخلي ايامك دي تعدي على خير.